السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. المرور تصدر قرارات جديدة للحد من استخدام مصابيح الزنون وركن العجلات على الأرصفة. كشفت مديرية المرور العامة عن وضع قرارات جديدة بحق المخالفين، منها استخدام مصابيح الزنون والوقوف على الأرصفة في الشوارع العامة، وكذلك تحديد وقت دخول الشاحنات للعاصمة بغداد، مبينا أن المخالفين لتلك التعليمات سيتم تغريمهم بمبلغ 100,000 دينار عن كل مخالفة. وقال مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العقيد حيدر شاكر أن موضوع مصابيح السيارات التي تستخدم مصابيح من نوع زنون تعتبر مخالفة مرورية ويحاسب عليها بغرامة مقدارها 100,000 دينار، مؤكدا أن حملات مديرية المرور العامة مستمرة لمتابعة المخالفين، ولفت إلى أن مصابيح الزنون تتسبب بحوادث جسيمة في بعض الأحيان، لذلك نوصي مستخدمي الطرق بالابتعاد عن مثل هذا النوع من المصابيح لعدم التسبب بالحوادث للآخرين. وبين أن مديرية المرور أصدرت قرارين مهمين بخصوص المخالفات المرورية، وهما قرار رقم 4 والذي صدر من مديرية المرور خاص بمحاسبة المخالفين الذين يوقفون مركباتهم على الأرصفة العامة، وسوف تكون هناك غرامات مقدارها 100,000 دينار وفق قانون المرور رقم 8 لسنة 2019. المادة 25 ثانيا الخاصة بالمخالفات المرورية بشكل عام، ومنها الوقوف على الأرصفة العامة والتي تتسبب بحقيقة بدمار البنية التحتية للبلد. وتابع كذلك لدينا قرار آخر، قرار رقم 5 الذي صدر من مديرية المرور العامة الخاص بتنظيم دخول المركبات الكبيرة الشاحنات بشكل عام إلى بغداد، والتي حددت لها ساعات أوقات الدوام، يعني ساعات دخول هذه المركبات من السادسة مساء ولغاية السادسة صباحا من نفس اليوم. لذلك حممنا هذه القرارات على مواقع المديرية وصفحات الفيسبوك من منصة فيسبوك الخاصة بمديرية المرور لتحذير المخالفين. وأوضح شاكر أن المخالفين لأوقات دخول الشاحنات للعاصمة بغداد سيتم تغريمهم بمبلغ 100,000 دينار.